اختي محاسن، هي جبت لك كل طلباتي. شكرا ابني، شكرا. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا. اوف يا مين يا مين. عمري يلا قلي شي شغلة، يلا احكي يا روحي. قلي يا محاسن يا حبيبتي، يلا احكي على القليل شي كلمة. ساعتك وين يا مين حياتي؟ يا مين يلا فرجيني ساعتك، فرجيني وين ساعتك. هلا شيلك من ساعته بابا. بابا حبيبي ليك لزقت لك نظارتك وثبتت لك اياها من هون ورجعت مثل الاول. شوف طلع اذا بدك، خذ لك نظره شوف ما احلاها بابا. ليك يا مين رجعت والله مش حاله، صلحتها صارت غير شكل بابا. يا مين تخيل حالك اينشتاين. هلا اينشتاين شي مره استسلم؟ استسلم شي حياتي؟ ما استسلم. شو عمل؟ صبر وضل ثابت وجزء الذره بارادته وبعزيمته. حبيبتي لا تجيب سيره التجزيء والذره قدامه للزلمه. هيك قلتك. طيب تخيل حالك شو اسمه هاد الزلمة اللي اكتشف الجاذبية اللي وقعت على راسه التفاحة. يعني شو كان صار فينا لو ما اكتشفها؟ كنا كلياتنا طرنا بالهواء. بالضبط. محاسن شو عم تعملوا؟ حاسن نزل السكر معي، يعطيني شوية قطايف، بدي روح افتح المحل. يلا تعالي حبيبتي تعالي. جاي. قوم ابني ناولنا صحيح. طمني عنك اخي يامين. اخي يامين يا مخلوقة ما تحسن لهلا. يي الله يحسن اخرتنا، لهلا ما تحسن لا من دمه ولا من كمه. يا الله يا ناريمان، انت شو عم تحكي حبيبتي؟ يعني تقولي الزلمة رايح مشوار وراجع؟ الزلمة ماله زر طفي بتشغيله يتحسن فجأة؟ احذري وين المشكلة يا بنت. حقه الزلمة أول مرة بيكون معه حق، نحن ما قدرناه صح، نحن استصغرناه. يا حصرتي عليك يا أبي. حبيبي يا بابا، أبي المخترع الذكي، أبي بحد ذاته مفتاح سعادتنا، بس نحن قطع جهل ما قدرنا. ما قدرنا والله ما قدرنا. وهديك الغبية زمرد طلعت فوق هالنظارة وتقولي شحنة زفت، كسرتها وخربتها لك طحنتها طحن برجليها. شو أمي شو بك عملتي أزمة الزلمة سيرة؟ شو كسرتها وخربتها وطحنتها؟ روحي على شوي. كسرتها وصارت 100,000 شقفة، لكن طحنت النظارة طحن. نحن غلطنا بحقنا يا مين، حقه يصعد. ذكرتيني زمرد وينها؟ قديش صار له على هالوضع؟ من وقت الحادثة والله. بابا بابا حبيبي يا مين. بابا هوهو بابا بابا أنت هون شي؟ أمي هذا شكله زوجك عطل على الآخر. يا بنتي أبوكي ما عم يحكي ولا كلمة، مكربش كله، كيف بدنا نعرف نساعده؟ شو صار له؟ يا ترى شو لازم نعمل لحتى يتحسن؟ بابا انت عم تسمعنا بلشت تخوفنا عليك، ليت نحن هون قدامك. انتو ليش هاتوا نظارته بهي الطريقة؟ خالي زمرد من جهة وانتو من جهة، انا كنت عطي نظارته اهمية كبيرة، انتو ليش هاتوا له اياها هي؟ ليكي هاد الزلمة العبقري المسكين كل اهل بيته عم يستقلوا فيه، والله ما عم صدق انه انتو عيلة. هالشي مو محمول يعني، كل الوقت عم تستخفوا بافكار الزلمة، شي عن طريق المزح وشي بتسمية الحكي، بس بالاخير انتو كنتوا عم تهينوه. سكوت خلص اخي خلص اخرس. انت بعمرك ما كنت توثق بابي ولا وقفت جنبه مره واحده. انت لكن انا انت دائما كنت اثق بقدره ابي ودائما وقفت. هيك على الحكي طبعا. العامة بعيونكم شو انكم اولاد منافقين. لك شو تركيبتكم انتو؟ ما حدا فيكم كان يوثق بقدره هالزلمه. لا تكذبوا قدامي هلا، ما بتعرفوا امتى الشخص لحتى يموت. يا ما هيك يا امي الله يسامحك، شو موت وما موت شو هالحكي؟ ابي لسه ما مات. تعي ستي فوقنا تراب فرد مره اذا بدك، دغري قادر تتخلي عنه؟ ابي لا ترد عليهم انا جنبك. تخبص بالحكي ولا مين اللي تخلى عن ابوك؟ بالاصل ابوك اللي تخلى عن حاله، كان اول مرة بحياته بده ينفعنا ولك شو صار؟ أنا عن جد مالي عم صدق، كنا رح نصير أغنياء بتعبنا وعرق جبيننا، بس أحلامنا كلها احترقت وطارت. أمي هلأ شو لازم نعمل ليتحسن أبي يا ترى؟ شو بعرفني؟ شو بعرفني؟ كان عنده دفتر يكتب عليه دعاء استفتاح أو هيك شيء يعني، وأنا كنت أقول هاد مثل الأجدب بيكتب أي شيء بيخطر على باله، بعمري ما أخذت هالدفتر على محمل الجن. ما رح تاخذيه، طبعاً ما رح تاخذيه. الدفتر بسم الله. بابا دفتر دفتر الدفتر. اي دفتر دفتر شو هاد؟ الدفتر اللي كاتب عليه طريقة تصنيع النظارة. انا رح اتصرف، بقدر اسوي النظارة من جوا الوجدي. دفتر دفتر وين انا حاسس ان دفتر رح يحل المشكلة كلها. الدفتر هون انا حاطه هون. وينه وين حاطه؟ شو امي يا من ما في شي هون؟ تذكر وين حاطه؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.